الحمد لله، الحمد لله الذي علمنا سر النجاح فقال: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خير القادة، الذي علمنا سر نجاح الدعاة والقادة والصناعيين والتجار، فقال لعمه عندما ترجاه أن يبتعد عن هذا الأمر، أمر الدعوة إلى الله، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، قال: والله يا عماه، لا أعزل عن هذا الأمر حتى يأتوني بشعلة من هذه الشمس. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد الخلق وحبيب الحق محمد، ما اتصلت عينٌ بنظر، وسمعت أذنٌ بخبر، وارتوت كبدٌ بماء. أحباب رسول الله، صلوا على رسول الله. ماذا عن معركة يرموك ونحن نعيش ذكراها؟ ولماذا نتحدث عن المعارك الإسلامية بين الحين والآخر؟ هل لا نحفظها أم أننا قد درسنا الكثير من تفاصيلها عبر حياتنا؟ ما هو الذي يجب أن نعمله في الزمان والمكان اليوم؟ السؤال الذي يطرح نفسه أيها السادة: من صنع أولئك؟ خالد القعقاع، سيدنا علي، أبو عبيدة، عمرو بن العاص، سعد بن أبي وقاص، إلى أرطغرل، من صنع هؤلاء؟ إلى شويعر، إلى كل الذين يقاتلون في سبيل الله، من صنع هؤلاء؟ وما هو السر في صناعتهم؟ وهل نستطيع أنا وأنت أن نكون مثلهم؟ هذا هو محور خطبة اليوم أيها السادة. لذلك عنوان خطبتنا لليوم: 100 خالد و1000 أرطغرل، السر واحد. السر واحد. عن ماذا أتحدث؟ أتحدث اليوم عن هؤلاء الذين نفتخر عندما نسمع عنهم ونقرأ سيرهم، ولكن لا ينبغي بحال من الأحوال أن يصيب بعضنا الإحباط، وخاصة شبابنا اليوم. يقول لك: وين أيام خالد، أيام أبو عبيدة، أيام سعد؟ هذه أيام يعني لن تعود. الأيام تعود والتاريخ يعيد نفسه، لكن هناك سر، هناك سنة إلهية إذا تكررت عاد الأمر كما هو. هناك سر هو الذي جعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إماما للأنبياء. هذا السر نفسه استخدمه سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، عثمان، علي، الصحابة جميعا، ومنهم سيدنا خالد في معركة اليرموك، ومنهم عشرات أولئك الذين يستشهدون كل يوم على أبواب الأقصى. هناك سر، هذا السر إذا انتقل إليك، إذا تنبهت إليه، فأنت واحد منهم. يعني ربما البعض اطلع على هذا الكتاب 100 العظماء، وضع لفتة جميلة صاحب هذا الكتاب حفظه الله، أنه ترك الرقم 100 مفتوحاً ليقول لك: أنت يمكن أن تكون واحداً من هؤلاء. لكن تعال، من الذي صنع هؤلاء العظماء؟
وأنا أعمي لأقول ليس فقط على عبر التاريخ الإسلامي، في كل الصراعات، في كل الناس الذين نجحوا في حماية معتقداتهم وأديانهم، هناك سر. ما هو هذا السر؟ السر أيها السادة هو الإصرار على إتمام العمل. أرجوك احفظ هذه العبارة. أنت في عملك، في حياتك، من الذي يستحق أن يصبح مديراً يتحدث عنه الناس حتى بعد أن يرمج من عمله أو يتقاعد من عمله بعشرات السنين، يقول مر على هذه الدائرة فلان، هذا إنسان لم يتكرر. مدرس يقول لك أن الناس لم يعد هناك مدرس كما كان هذا المدرس في المدرسة أو الجامعة. مربي، عالم، تاجر، ما السر؟ السر كان يصر على إنهاء عمله. القرآن واضح، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الآن في عندك شرطين، ثلاث شروط. أنت تريد الدار الآخرة، أنا أريد. اليوم كلنا يريد النصر، يريد عودة الإسلام، يريد النجاح، يريد تحرير القدس، يريد. طيب الآن هل يكفي كلمة أريد؟ من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هل تسعى لها سعيها؟ في كل أمر، أنت بدك تصير مليونير، جميل، هل تسعى له سعيه؟ الآن وهو مؤمن، أنت مؤمن بقضيتك، بهدفك. تعال إلى سيدنا رسول الله بسرعة، عندما يأتيه ملك الجبال يقول له يا محمد انتهى الأمر، دعني أطبق عليهم الأخشبين، شأنك شأن الأنبياء السابقين، هدول قوم ما بدون يسلموا، خلص انتهى. انظر الآن إلى إصرار النبي على إنهاء العمل. هو أتى بمهمة، أنا ما بكفي يعتذر أنه يا رب والله أنا ما طلع بيدي، طيب والسماء تسمح له. هدول جماعة وصلوا لمرحلة ضربوه، حتى أولادهم الصغار يضربونه بالحجارة، يعني كل المعوقات موجودة. يسمع شبابنا اليوم، عندك مليون معوق، والله أنا ظروفي ما في، ما حدا عم يساعدني، الوضع الاجتماعي ما بيفع، الوضع الاقتصادي ما في قرارات تساعدني، طيب في ظروف، لدرجة النبي يضرب بالحجارة، أنت تطرد من عملك. طيب أكثر من ذلك، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع كل هذا الضغط هو يريد أن ينهي عمل. أنا أتيت مبلغ، طيب ماذا تفعل يا رسول الله؟ هدول ما عاد في منهم أمل، من ستحدث؟ أبو لهب الذي قال ربنا عنه تبت يدا أبي لهب وتب، عن أبو جهل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قرآن ينزل يقول له انتهى الأمر، إلى من تنظر؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد إنهاء الأمر، يقول له لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. لذلك كان تبت يدا أبي لهب وتب، فكان خمسة من أبناء أبي لهب رضي الله عنهم، درة ومعتب وعتبة وخالدة وعزة، أبناء أبي لهب رضي الله عنهم. كان أبو جهل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فكان عكرمة ابن أبي جهل أحد قادة معركة اليرموك. نبي يريد أن ينهي المهمة. طيب سيدنا خالد، حتى لا يظن الإنسان أنه أخي هذا بس شأن الأنبياء، شأن الصحابة، أنا سأتي إليك في الخطبة الثانية عن اليابانيين. سيدنا خالد، المعركة الآن، أنت قائد معركة، مطلوب تنهي المعركة. طيب الآن يصدر قرار من سيدنا عمر، أنت لم تعد قائد، طيب جميل، أنا مهمتي أن أنقذ الإسلام، أنا مهمتي أن أرفع راية لا إله إلا الله، أنا ما عندي مشكلة، بتحطني قائد، بتحطني جندي، بتحطني على الميمنة، بتحطني بإطعام الجيش، أنا مهمتي أن أنهي المعركة. ويصدر الأمر ويوافق سيدنا خالد، ما قال والله أخي أنا ما حطوني مدير، أنا ما كنت رئيس، أنا ما كنت في منصب عالي إنه صاحب قرار، أنا لو حطوني صاحب قرار كنت سويت المهمة. لا لا، أنت جندي على عين الرأس، يا أبو عبيدة اجعلني في قرارك في الحرب، بس خليني فيدك بخبرتي. ويستجيب سيدنا أبو عبيدة، ويكون سيدنا خالد في وسط المعركة. الآن الإصرار لسيدنا خالد هو الذي جعل من اليرموك بوابة لفتح القدس. ماذا صنع؟ قاد المعركة كما تعرفون، لكن الإصرار
هذه اللفتة، هذه الزيادة التي يقوم بها هؤلاء الذين يريدون أن ينهوا أعمالهم. دائما المعارك تنتهي عندما ينسحب الجيش. ماذا فعل سيدنا خالد؟ أسرع في اليوم السادس، بعد اليوم السادس انطلق وراء هامان الذي كان يهرب إلى دمشق فأدركه وقتله. هذه الهزيمة الكبيرة جدا عليهم أدت بهم إلى الاستسلام، إلى أن ودعوا هذه المنطقة إلى غير رجعة بإذن الله عز وجل. هذا إصرار إنه أنا بدي أنجح. فقام بكل ما قام به من الدوران، من الالتفاف، من الخيالة. هناك إصرار. عندما نقترب بعيدا بعيدا إلى أرطغرل نشاهد والكل يتابع، وهذا مما يجب أن نتابعه ونعلمه أطفالنا. هناك إصرار. هم ثلاثة إخوة لكنه الوحيد الذي أصر: أنا أريد أن أعلي كلمة لا إله إلا الله. شهداؤنا اليوم، أنا لا أريد أن أبتعد، شهداؤنا اليوم الذين يقفون على بوابات الأقصى، من الذي أنقذ المسجد الأقصى من موضوع البوابات الإلكترونية؟ شهداء، أبطال، أصروا: نحن لن نتحرك حتى ينتهي هذا الأمر. الذين يعتصمون لا يملكوا إلا أن لا يأكل. أخي أنا ما بدي، أنا ما بحسن قاتلك وأنا أسير، طيب أنا سأغلق فمي، أنا لن أكل. ليه؟ أنا مصر على تحقيق هدف. طب من أنت؟ أنت واحد بين ملايين، العالم كله متكالب عليك. معلش خلي كل العالم متكالب، أنا لوحدي ولا أملك إلا أن أبقي معدتي خاوية، أنا مصر على هدفي، أنا بدي إنهي العمل. طب ربما تموت، لأموت أنا مصر. اليوم شبابنا للأسف، وهذا الذي أريد أن أنقل من معركة الحياة كلها إلى معركة عملك، إلى معركة حياتك، هل عندك إصرار؟ بروح والله أنا بحثت، قريت بالجريدة عن عمل ما وجدت، أنا والله في عندي مشكلة، في عندي ناس تعمل لي يعني مشكلات في عملي، عندك إصرار على إنهاء عملك؟ تعالوا في الخطبة الثانية نتحدث عن جزء من صناعة اليابان لإنهاء أعمالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفوه. إذن أيها السادة، خالد، أرطغرل، شهداؤنا اليوم، أبطالنا اليوم في كل المجالات. هناك السر، دعني فقط أضيف لك شيء. ربما البعض يسمع بالكايزن في اليابان. اليابان سر أن الصناعة اليابانية رقم واحد في العالم هو ما يسمى بالفينيشينج، إنهاء العمل. يعني ما بيشتغل شغلة وبوصل لنصها. اليوم نعتب على بعض الصناعات العربية، على بعض الإنجازات العربية، أنه بيساوي العمل ما بيكمله، لا ينهي العمل. طيب الآن السر واضح، أنت ما بتتمم العمل ما بيمشي الحال. يعني لو سيدنا خالد بالمعركة والله أخي خلص نحن انتصرنا، ما كان صار في فتح القدس، لأنه لولا إدراكه وإتمامه العمل للنهاية ما استسلم القوم ودخلنا إلى القدس. القضية تحتاج إلى إتمام. أنت بدي يكون عندك للنهاية إتمام المعروف خير من البدء به. بدك كمل معروفك، بدك كمل عملك. الآن كايزن هي عبارة عن مصطلح فقط دخل إلى العقلية اليابانية. ما هو هذا المصطلح؟ هو التحسين المستمر. شو سر نزاحة اليابان؟ كلمتين بس هدول، وهي فلسفة قامت وكل الشركات قائمة عليها. ماذا يعني؟ يعني أنت الآن في المسجد، ما الذي يطور المسجد أكثر؟ عملي الآن، أنا في مؤسسة، في شيء اسمه صار قاعدة تبسيط الإجراءات، كيف أحسن من أدائي؟ لكن هذا بشكل مستمر. علاقاتك في البيت، كيف أحسن من علاقاتي؟ والله أنا من 20 سنة لهلأ علاقتي مع زوجتي هي، ما عم تسعى بتحسينها؟ مع أولادك؟ مع أبناء حيك؟ مع عملك؟ كثيرا ما أتحدث عن وربما نتحدث عنها في يوم من أيام، كيف تحصل على عمل أكيد ودائم. أحد هذه الشروط كيف تقدم أفكار جديدة لعملك كل يوم كل يوم. أنا أريد أن أصل إلى النجاح. بعض الناس يظن أنه والله أنا بكفي أريد، لكن طلع لي معوقات انتهيت. أنت بدي يكون عندك إصرار على نهاية العمل وبالوجه الأكمل. لذلك سيدنا رسول الله ما توقف حتى وقف في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ عندما سمع من 100,000
نعم قد بلغت. قال اللهم فاشهد. أنا هلا بنهيت مهمتي، أنا وصلت في النجاح. أنت بدك تنهي العمل على أتم وجه، هي لا تقبل فيها 90% و 95% و 99%، لا تقبل. إذا أردت أن تصبح مثال هؤلاء، إذا أيها السادة، هو سر بسيط، أن تصر على إتمام عملك ستتحقق 1000 يرموك، وسيتحقق 1000 فتح للقدس، وسيتحقق 1000 مليونير عربي، و1000 مليونير مسلم، و1000 محسن، وآلاف الأبطال. إصرار إصرار.